هذا يسأل يا شيخ عن الأنساك، كان يقول لأول مرة أريد الحج، فما هي أفضل الأنساك في ذلك؟ مأجورين؟ أفضل الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أفضلها التمتع بالعمرة إلى الحج، يعتمر أولا ثم ينتظر حتى يأتي وقت الحج فيحج، فهذا هو التمتع، يفصل بين الحج والعمرة بتحلل. وأما القران يحرم بالعمرة والحج معا، قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا هو القران، والأفضل لمن أحرم قارنا وعنده متسع من الوقت، الأفضل له أن يحول قرانه إلى تمتع فيؤدي العمرة ويتحلل منها ويلبس ثيابه، ثم ينتظر حتى يأتي اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، فيحرم بالحج ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة، ويؤدي مناسك الحج في أيام الحج. فهذه هي الأنساك الثلاثة. نعم.